السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب متوسط الأكنان الأهلية البنين، طلاب الصف الثالث متوسط. نبدي مراجعة الفصل الثاني، عناصر الزمرتين الأولى والثانية. تحتل الزمرتين الأولى والثانية الطرف الأيسر من الجدول الدوري. هذه عناصر الزمرة الأولى وعناصر الزمرة الثانية. نجي على عناصر الزمرة الأولى. إيش تشمل العناصر؟ يوضح موقعها وتضم عناصر الزمرة الأولى الفلزات القلوية اللي هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم، والأخير هو الفلز الوحيد في هذه الزمرة الذي يحضر صناعيا. أما عناصر الزمرة الثانية اللي هي سميناها فلزات الأتربة القلوية، فتضم البريليوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، السنتريديوم، الباريوم والراديوم. هذه العناصر مرتبة حسب زيادة أعدادها الذرية. إذا من أريد أسأل سؤال أقول كيف تم ترتيب العناصر الزمرة الأولى والثانية حسب زيادة أعدادها الذرية من الأدنى إلى الأعلى؟ طبعا هذا الجدول الدوري إحنا درسنا هو الزمرة الأولى والثانية. نجي على الصفات العامة لعناصر الزمرة الأولى والثانية. عناصر هاتين الزمرتين ذات كهرة سلبية واطئة وطاقة تأين واطئة. لجميع عناصر الزمرتين غلاف خارجي يحتوي على الزمرة الأولى، منقول أولى يعني مدارها الخارجي تحتوي على إلكترون واحد. الزمرة الثانية مدارها الخارجي يحتوي على إلكترونين. لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة، هذا قلنا تعليل، وإذا تذكرون في الطبيعة علل لماذا؟ لشدة الإجابة، لشدة فعاليتها، لشدة فعاليتها. هذا وزاري من التعاليل الوزارية. هناك اختلاف بسيط في الصفات العامة بين الزمرتين الأولى والثانية، حيث أن عناصر الزمرة الثانية تكون أقل فلزية من عناصر الزمرة الأولى. طبعا هن اثنيناتهم فلزات، بس الزمرة الثانية فلزيتها أقل من الأولى. كما أن طاقة التأين عناصر الزمرة الثانية أعلى من نظيرتها عناصر الزمرة الأولى. لماذا؟ أو أقول علل، طاقة التأين عناصر الزمرة الثانية أعلى من نظيرتها عناصر الزمرة الأولى بسبب نقصان الحجم الذري. هذه الإجابة. من أهم الخواص الفيزيائي للزمرتين الأولى والثانية، تتناقص درجات الانصهار ودرجات الغليان مع تزايد الأعداد الذرية لعناصر الزمرتين. إذن كل ما يزيد العدد الذري كل ما درجة الانصهار ودرجة الغليان تتناقص. إن مركب هذه الفلزات مثل الكلوريدات، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم إلى آخره، هذه اللي حفظ تجي فراغات، تلون لها بمصباح بنزين بألوان مميزة، حيث يلونه الليثيوم باللون القرمزي. أكدت لكم وجايبتها من فراغات، كنت مركبات الصوديوم باللون الأصفر براق ذهبي، وكذلك مع بقية فلزات الزمرة الثانية. الكالسيوم يلون اللهب باللون الأحمر الطابوقي، سنترينتيوم باللون القرمزي، الباريون باللون الأخضر المصفر. حفظ كثافة العناصر غير منتظمة، الزيادة أو النقصان مع تزايد أعدادها الذرية. علما أن كثافة العناصر الثلاثة الأولى اللي هي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم أقل من كثافة الماء بدرجة 25 درجة سيليزية. واضح؟ هذه أهم الخواص الفيزيائية. نأخذ بعض الخواص الكيميائية. لعناصر الزمرة الأولى إلكترون واحد، ولعناصر الزمرة الثانية إلكترونين في غلافها الخارجي. إحنا بنقول أولى وثانية، تستطيع أن تفقدها عند الدخول في تفاعل كيميائي وتكوين إيونات موجب واحد إذا كان فقدان إلكترون واحد، موجب اثنين إذا كان فقدان إلكترونين. بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية، هاي الأولى والثانية تتحد مع اللا فلزات، لأنه هي فلزات تتحد مع اللا فلزات وتعطي أملاح. الأملاح هاي اللي تتكون تكون مستقرة كثيرة الذوبان في الماء.
عدا الليثيوم اللي يكون أقل ذوبانية. لماذا؟ طبعا هذا أيضا من التعاليم الوزارية. لماذا؟ أو علل الإجابة وذلك الليثيوم عند عدد ذري بس 3 إلكترونات، انتبهوا يعني. فلهذا السبب من أريد أسوي الترتيب مال الذرة مالته، الغلاف الأول أو المدار الأول يحتوي على بهالشكل، هاي الليثيوم، بروتون، موجب، نيترون، المدار الأول واحد اثنين، المدار الثاني إلكترون واحد، هذه ذرة الليثيوم. لهذا السبب إن ذرة الليثيوم شبيهة لصغر حجمه وقوة جذب الكبيرة للنواة على الإلكترون إلكتروناته، فتكون الليثيوم ذرة صغيرة الحجم وقوة جذب النواة على الإلكترونات قوية لأنه قريبات. تسلك هذه العناصر سلوك عوامل مختزلة قوية، أي إنها تميل لفقدان الإلكترونات التكافؤ الخارجية بسهولة، أي لسهولة تأكسدها. وقد سميت عناصر الزمرة الأولى بالفلزات فراغ القلوية. لماذا؟ تعليل، لأن محاليلها عالية القاعدية. كما سميت عناصر الزمرة الثانية بالفلزات الأتربة القلوية. لماذا؟ لأن بعض أكاسيدها